السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج تراحيب، ونرحب أيضا بمستمعينا الكرام عبر تردد 97 FM. مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء، احتفلنا اليوم باليوم الرياضي للدولة والمقام تحت شعار الخيار لك يا جاسر. نعم أخوي سلطان، أيضا احتفلنا فيه بأجواء من البهجة والفخر بعد النجاح الذي حققته دولة قطر في تنظيم بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. وحلقة رحيب اليوم خاصة باليوم الرياضي للدولة، والبداية مع أبرز عناوين حلقة الليلة. في مناسبة اليوم الرياضي للدولة، شارك صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في فعاليات اليوم بممارسة رياضة المشي. شارك معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في عدد من الفعاليات. نظم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم عددا من الأنشطة والفعاليات الرياضية. كانت هذه أبرز العناوين، والكلمة عندك أخوي سلطان. نعم، وفي نقطة البداية شارك صاحب السمو والأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في فعاليات اليوم الرياضي للدولة صباح اليوم والمقام تحت شعار الخيار لك، وقام سموه بممارسة رياضة المشي في منطقة سوق واقف. رافق سمو الأمير الوالد سمو الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني وسعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس مجلس الشورى وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء. شارك معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صباح اليوم في عدد من فعاليات اليوم الرياضي للدولة المقام تحت شعار الخيار لك، فقد شارك معاليه أطفال كل من مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز النور للمكفوفين ومركز رعاية الأيتام دريما، كما شارك معاليه في الفعالية التي نظمتها كل من وزارة الداخلية في ملعب نادي قطر الرياضي ووزارة الرياضة والشباب بحديقة إسباير، وشارك مع معاليه عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين. خلال فعاليات اليوم الرياضي للدولة في المدينة التعليمية، شاركت صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في مسيرة رياضية نظمتها مؤسسة قطر بالتعاون مع قطر الخيرية، وذلك بهدف جمع التبرعات من أجل إغاثة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا. وشارك في المسيرة سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وسعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية وعدد من أفراد المجتمع. نعم أخوي سلطان، انطلقت صباح اليوم مشاهدينا الكرام فعاليات اليوم الرياضي للدولة في نسخته 12 في كافة أنحاء البلاد في تقليد سنوي ومبادرة غير مسبوقة تنفرد بها دولة قطر، تهدف إلى التوعية بأهمية الرياضة ودورها في حياة المجتمعات وجعلها جزءا أساسيا من الحياة اليومية للفرد. منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الرياضي تحولت قطر إلى ملعب مفتوح، حيث يشارك الجميع في الفعاليات والأنشطة الرياضية التي تنظمها مختلف الجهات الحكومية والخاصة في الدولة. 130 فعالية متنوعة تم تنظيمها من طرف نحو 100 جهة، وشملت مختلف أنحاء البلاد من الحدائق والمنشآت الرياضية وكورنيش الدوحة وأسباير واللؤلؤة والمدينة التعليمية بمؤسسة قطر وكتارا ولوسيل وفي الشمال والشحانية والوكرة وفي كل أنحاء الدولة. وتقام فعاليات النسخة 12 لليوم الرياضي هذا العام تحت شعار الخيار لك، وتحرص جميع مؤسسات الدولة سنويا على المشاركة في هذا الحدث الرياضي الذي يحظى باهتمام كبير من مختلف أفراد المجتمع. وقد توافد عشرات الآلاف من المواطنين والمقيمين
من كافة شرائح المجتمع على مواقع الفعاليات ليمارسوا مختلف أنواع الرياضات والأنشطة البدنية. وتتميز دولة قطر ببنية تحتية تساعد على ممارسة النشاط الرياضي من خلال وجود مسارات للمشاة وركوب الدراجات الهوائية، وأكثر من حوالي 100 منشأة رياضية في الدولة ومجموعة من الحدائق والمرافق والشواطئ. وتأتي أهمية تنظيم اليوم الرياضي في دولة قطر كل عام لإعلاء شأن الرياضة بما تمثله من قيم أخلاقية وإنسانية وفوائد صحية كثيرة، وتوعية للمواطنين والمقيمين بأهمية الرياضة في الحياة اليومية وتشجيعهم على ممارستها طوال العام. ومنذ انطلاق اليوم الرياضي للدولة لأول مرة في شهر فبراير 2012، أسهمت هذه المبادرة الرائدة بشكل كبير في رفع الوعي بأهمية الرياضة لدى المجتمع القطري، الأمر الذي يساهم في تطوير العنصر البشري الذي جعلت منه قطر وسيلة وهدف التنمية المستدامة التي تعمل على تحقيقها من خلال الرؤية الوطنية قطر 2030. نعم مشاهدينا الكرام، شفنا تقرير جدا جميل يا جاسر ومختص باليوم الرياضي للدولة، يعني وما شاء الله نشكر كل المشاركين يعني في هذا اليوم. هذا يوم يعني نبتدي فيه، إذا كنا قاطعين رياضة نبتدي فيه. هو في موضوع آخر، تكتسي الممارسة اليومية للرياضة أهمية بالغة تتجاوز الصحة البدنية والنفسية إلى جوانب الحياة المختلفة، ولأن لكل شيء قواعد، فإن للرياضة قواعد ويجب الالتزام بها للاستفادة من ممارستها. وللحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في الاستوديو الكابتن عيسى أحمد شويطر، مدرب اللياقة البدنية. يا هلا ومرحبا فيك يا عيسى. يا مرحبا ومسهلا فيك أخوي عيسى. طبعا في البداية ودنا نعرف شلون كان معك اليوم الرياضي وشلون قضيت اليوم الرياضي. طبعا اليوم الرياضي للدولة يعني شيء طيب، يعني أن احنا طبعا نمارس الرياضة ونجدد مثلا طبعا نشاطاتنا. لله الحمد، طبعا احنا اول شيء بدينا في الدوام في العمل فعاليات خفيفه، يعني مثلا شد الحبل، عندنا فعاليات مثلا مسابقات خفيفه، وبعدين انا رحت كتاره. نعم. قلنا نشوف يعني الفعاليات الموجوده. نعم. فكان يعني ما شاء الله الفعاليات كثيره، وشفت يعني ما شاء الله اشياء طيبه يعني. نعم عيسى، ما شاء الله عليك يعني في الرياضه وفي السباحه، ما شاء الله لك ايضا مدرب، تدرجت الى ان صرت مدرب للمنتخبات الوطنيه للسباحه. عيسى كيف تبدا مع الصغار؟ يعني هذه يعني نقطه يعني نفس ما تقول يعني صعبه لاي مدرب، كيف تبتدي مع الصغار؟ يعني شوف الطفل يعني شوي صعب التعامل معه. نعم. كانه عنيد ويخاف، فانت لازم تكون قريب منه، فلما تتقرب منه وتحببه مثلا في اللعبه وتحببه. نعم. مثلا في الاشياء اللي هو يحبها، فشوي شوي خلاص تكسر الجليد بينك وبينه. نعم. فيتفاعل معاك فيؤدي اللي تبيه بالضبط، يعني ما يعني شيء طيب يعني. زين عيسى، انت كمدرب شنو افضل رياضات حق الصغار؟ شوف من سنتين تخليه شيء بسيط، مثلا تودي الحديقه، تخلي مثلا يلعب بالكوره، يعني ما تلزمه مثلا في مثلا تمارين معينه. نعم. مثلا ترص على المفاصل الضايقة. نعم. أو تجبره مثلا في تمارين تكون شاقة عليه. نعم. فمثلا الكورة مثلا يتسلق مثلا المرجيحة، يعني هالأشياء، الدرج يعني، بس. نعم. هاي من سنتين. لكن طبعا اللي أعرفه أن أول يوم بالنسبة لممارسة الرياضة بالأخص طبعا للأطفال هو أهم من أي يوم ثاني، لأنه هو اليوم اللي بتترك فيه انطباع للطفل إذا بيحب. نعم. هذه الرياضة ولا ما راح يحبها. أنا أتكلم من تجربة شخصية، لأن نعم. أنا أخذوني يعني كانوا يبون يدربوني سباحة، ولكن من أول يوم أنا صراحة خفت. هذا الكلام قبل يعني. غرقت؟ لا ما غرقت، ولكن تركني المدرب قال لي روح الله يحفظك، والبركة 2 متر ما أدري، قال لي الله يحفظك. هنا أنا كرهت الرياضة. فأنا تكلمنا عن اليوم الأول، أو خلينا نقول الانطباع الأول للرياضة بالنسبة للأطفال. شوف اليوم الأول يعني أنت لازم تخليه مثلا كتحدي، مثلا تحببه في اللعبه، يعني تخليه. نعم. يحب اللعبه، فاذا حب اللعبه فبيكون تفاعل معه. يعني خلاص، يعني انا اخوي محمد شويطر لاعب المنتخب. نعم. الغطس معروف. كان يوم واحد احنا كنا طالعين مع الربع يعني الشباب، فجبت اخوي وجاب اخوانهم، فعلمناه في يوم واحد شلون يسبح ما شاء الله. نعم. في يوم واحد،
فوديت المنتخب شاف المدرب فقال انا ابي يكون معنا في المنتخب. ممتاز. فسافر معنا على طول المعسكر. فكان بداية جيدة في يوم واحد سبحان الله حببته في اللعبة. نعم. ف يعني كان انطباع جيد ما شاء الله يعني اكيد كان عنده موهبة واللي اكتشفها صراحة. نعم. عيسى احنا تكلمنا لين سنتين زين ما بعد السنتين. ما بعد سنتين مثلا ثلاث سنوات. نعم. خلاص يعني تحببه مثلا في الكرة تحببه مثلا في السباحة. ف يعني ما تلزمه في شيء خله هو على راحته يعني. نعم. عشان هو يختار المسار يعني اللي يبي. فإذا اختار المسار فهو بيكون في موهبة يعني خلاص يعني شاف مثلا اللعبة اللي هو يعني يحبها فبيبدع فيها بعدين. نعم. عيسى أنا عندي نقطة أبي أذكرها يعني المشاهدين أن الكثير اللي قعدت معاه من الرياضيين يقول لك أول الأيام من الثلاث سنين أو الأربع سنين أدخل سباحة أو أدخل لعبة الجمباز اللي يسمونها الجمناستيك وبعدها أحدد للرياضات أو أشوف موهبته في أي رياضة أوديها بسبب أن تغوية للمفاصل ما يصير ضغط كبير عليه كلها يعني تصير الحركة بالشكل الاعتيادي اللي هو لا يشيل حديد ولا يشيل أوزان ثقيلة ولا يضغط على نفسه. إيش رأيك في هذا الكلام؟ كلام سليم يعني. شوف السباحة عندك حتى ركوب الدراجة يعني هذا. نعم. ما فيها كثير ضغط على المفاصل يعني. نعم. وحتى السباحة عندك والجمناستيك والغطس. نعم. صفة عامة يعني تتطلب إلى مرونة فأهم عامل للرياضي من الصغر المرونة. إذا كانت مرونته جيدة خلاص يعني بيأدي معك في أي شيء في أي رياضة ممكن. نعم. أن يدخل ويشارك. نعم. نعم. وبعدها نتجه على قولتهم للموهبة ونشوفه هو موهوب في الكورة ولا في. نعم. اليد ولا في. نعم. السلة. نعم. نعم. طبعا أخوي عيسى ودنا أيضا نتكلم عن مسألة تعيق ممارسة الرياضة لدى الجميع وهي مسألة خلنا نقول الانشغال أو عدم وجود الفرصة لممارسة هذه الرياضة. فكيف ممكن للواحد أنه ينظم مو بوقته يعني يقدر أنه يخلي له وقت خاص بالرياضة؟ سبحان الله. شوف الرياضة يعني حتى لو 10 دقائق تكفيك يعني. أنت لازم ترتب جدولك سواء كان حتى مثلا شيء بسيط يعني حتى مجرد أنك تروح الجيم في البيت مثلا وانت رايح المسجد. نعم. تروح ما تروح بالسياره. تروح مثلا مشي مثلا حتى بالدوام يعني ما تركب مثلا اللفت تروح مثلا بالدرج. نعم. هذه رياضه وانت يعني بسيطه يعني. والواحد لازم يرتب وقته يخصص مثلا نص ساعه على الاقل عشان يمارس الرياضه. نعم. عيسى ما شاء الله عليك انت مدرب في الأخوية ما شاء الله انا محتاج فيك شخصيا من 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 قبل نجي قناه الريان وهذا ما شاء الله عليك انت مدرب في الاخويه وايضا مدرب لكمال الاجسام وايضا بطل لكمال الاجسام والان ما شاء الله عليك مدرب معتمد في الاتحاد القطري للسباحه. عيسى ما شاء الله يعني انت دربت اكثر من مكان لماذا استهويت رياضة السباحة؟ مع أن أنت كنت منجز في رياضة خلينا نقول بادي بيلدينغ أو بناء العضلات وخرجت أبطال وأنت أيضا بطل فيها. نعم. السباحة طبعا يعني أنا مش سباحة يعني أنا غطس. نعم. نعم. يعني حبيتها من الصغر يعني ليش؟ لأن يعني طلب شجاعة طلب يعني مثلا استعراض فكان. نعم. هوايتي يعني طبعا اشتقيت يعني من التراث يعني التراث كان دايفنج. نعم. حبيت غطس من زمان فصارت عندي موهبه يعني ما شاء الله تبارك ما شاء الله فتطورت فيها يعني الحمد لله صرت مدرب وبعدين اخذت دورات تحكيميه وصرت. نعم. حكم دولي في الغطس. نعم. ايضا والحمد لله رب العالمين يعني الحمد لله رب العالمين. نعم. طبعا في مساله ثانيه غير الانشغال اللي تعيق ممارسه الرياضه لدى الجميع في ايضا مساله الاجهاد يعني الواحد ممكن يواجه اجهاد من بعد اول خلينا نقول اول ما يبدا يتمرن. نعم. من زمان ما تمرن وفجاه كذا تمرن اكيد بيواجه اجهاد. نعم. فالبعض يترك الرياضه من لحظه بدايه هذا الاجهاد. نعم صح. فشلون ممكن انه خلينا نقول يتغلب على هذا الحاجز؟ سبحان الله. شوف الشخص يعني فتره طويله يوقف فما يبدا مثلا من النقطه اللي وقف فيها. ايه. فتره طويله. نعم. فيبدا تدريجيا مثلا ثلاث ايام في الاسبوع الكفايه التمرين يكون تقريبا 10 دقائق او 20 دقيقة فكل اسبوع يزيد يعني مثلا وغير ما مثلا يركز على لعبة معينة مثلا الجري لا يدخل مثلا الجري يدخل مثلا السباحة فيبدأ تدريجيا عشان ما يمل
ولا يصير في اجهاد عليه ولا يكون في خلينا نقول روتين، لان الروتين مرات حتى البعض ما يتقبل، يعني يكون ممل اذا ما كان عندك صحيح مدرب. خلينا نتكلم الحين، نتكلم عن النقطه الثانيه، اذا ما كان عندك مدرب يكون ممل لانك تعيد نفس الحركات اللي انت قاعد تعملها او تسويها في الجيم او في اي مكان. زين الحين احنا نتكلم عن المدرب. زين الاستفاده من ممارسه الرياضه اكثر تتطلب العمل مع مدرب او لا؟ طبعا المدرب مهم جدا يعني. نعم. فيدلك على الطريق الصحيح. نعم. يعني انا مثلا كبداياتي اول مشواري طبعا قلت انا بدخل اتمرن يعني في الجيم. نعم. فبديت يعني بروحي يعني، فضعت يعني ما بعرف شنو اتمرن. صحيح. نعم. ما بعرف شنو اكل، ما بعرف شنو مثلا السبلمنت اللي انا محتاجه. نعم. فالمدرب بيدليك يعني على الطريق صحيح يعني. طبعا غير انك غير انك ما تكون عارف شنو التمرين، في خطر كبير عليك. نعم. لان اي خلينا نقول خطا في تنفيذ هذا التمرين ممكن يسبب اصابه كبيره جدا. نعم. تعيق لك ممارسه الرياضه في المستقبل. صح. وهذا شيء ايضا الواحد لازم يركز عليه بالنسبه لممارسه الرياضه، لازم يكون عارف خلينا نقول التكنيك التقنيه الصحيحه لاستخدام التمارين، ومعرفه مدى خلينا نقول تحمله. يعني الواحد ما يتعدى اللي هو يقدر يتحمل، اكيد راح تؤدي الى اصابات. طبعا كلمنا عن نقطه الاصابات، شنو هي الاسباب غير هذه اللي انا ذكرتها ممكن تكون من اسباب تعرض الشخص اللي مارس الرياضه لاصابه؟ طبعا اذا شاف مثلا شخص زميله مثلا يشيل اوزان فهو يعني يصيده حماس فيبي يشيل مثلا، التحدي اللي يصير في الجيم. ف مثلا كان الوزن ثقيل عليه العضله بتتمزق، فالواحد لازم تدريجيا يعني يبدا تدريجيا. نعم. يكون في مثلا احماء. نعم. قبل مثلا اداء الرياضه. نعم. هاي الاشياء المهمه يعني لازم يركز عليها. لازم يركز ايضا عليها. جانب الاكل وجانب الراحه. صحيح. لو نتكلم فيه بعد يعني نوضح ان تكلمنا من الجانب اللي في الجيم، لكن هناك ايضا جانب اخر اللي هو الاكل والراحه. يعني ممكن يعني ما رقد عدل، لكن يوصل جيم يحس انه ما في قوه فيقول لا بشيل، تسبب له اصابه ايضا. نعم. نعم صحيح. نعم. والاستشفاء العضلي هو مهم اصلا في تطوير اللاعب نفسه، في العضلات. نعم. نفسها. نعم. فاذا كان الشخص يعني ما ياخذ راحه كافيه او نوم كافي فبيأثر عليه سلبا يعني هو ما يدري يعني. نعم. في بعض الرياضات تحتاج منك انك تركز اكثر على التغذيه، يعني مثلا خلينا نقول مثال الجري او الراحه تركز عليها اكثر. كل التمارين، كل مثلا اي لعبه محتاجه ان مثلا جدول نعم منتظم. نعم. جدول اكل للحصول على نتائج. نعم. اكيد. نعم. للحصول على نتائج. نعم. زين عيسى، افضل طريقه لجعل الرياضه جزء من حياتنا دوام من 7 إلى 3 على ما اوصل البيت، على ما تغدى، تاخر الوقت، نرجع لمساله الانشغال. نبي نرجع احنا يعني الحين عندنا هاي الصوره على الشاشه الحين، هاي واحده من الوجبات الغذائيه. زين عيسى، فنتكلم يعني شلون تنظم حياه وقتك، خصوصا ان عندك عائله، عندك اطفال. نعم. عندك عمل، شلون ترتب وقتك انت كعيسى مدرب ومتدرب ما شاء الله عليك وايضا عمل؟ شوف كل مثلا يعني مثلا العمل لا وقته. نعم. الرياضه لها وقتها، فانت. نعم. لما تخصص وقتك وسوي جدول ففي وقت، يعني ما في انسان ما عنده وقت، يعني مستحيل يعني. صحيح. فانت لازم ترتب اوقاتك وتمرينك عشان يكون في فرصه ان انت تؤدي كل واجباتك يعني. طبعا في نقطة ثانية بعد نبي نتكلم عنها، هل هنالك أيام مخصصة للرياضة ولا الواحد ممكن يمارس في أي وقت يبي؟ أي وقت تقدر تمارس الرياضة، سواء رحت الجيم ما رحت الجيم. لأن أنا أقولها لك من منطق أن في يعني بس مثلا الحين في اليوم الرياضي أنا بمارس رياضة الحين، وهو الكلام هذا ما يصير. يعني الواحد مفروض تكون في حياته الرياضة، تكون جزء من حياته اليومية، وهذا اللي نبي نوصله اليوم، أن جعل الرياضة جزء من حياتك اليومية راح خلنا نقول يغير من حياتك بشكل عام. شو التغيرات اللي ممكن الواحد يلاحظها إذا بدأ يمارس الرياضة؟ سبحان الله، يعني الشخص يعني
إذا مارس الرياضة منها بيكون عنده مفاصل أفضل، صحيح، بيكون عنده صحته أفضل، الجسم بيكون أخف يعني. يعني على المدى البعيد أيضا، المدى البعيد يعني بعد عمر طويل إن شاء الله. نعم. فالواحد لازم خلاص يكون هذا شبه روتين، إنه على الأقل 10 دقائق مثلا 20 دقيقة تكون خلاص جزء من يومه. زين عيسى، الحين تكلمنا احنا عن الجزء المهم اللي هو المفاصل، وايضا ان الرياضه تحمينا اصلا من السمنه، من الامراض نفس السكر، نفس الامراض المزمنه اليوم تكلمنا فيها وتطرقنا فيها مع الدكتور ادريس في الفتره المسائيه. لكن عيسى الان كيف اقدر امارس رياضه معينه وما عندي، خلنا نقول ما عندي نفس الوقت المنظم لها، هل يصير أتمرن بس بأوقات مختلفة؟ يعني اليوم بتمرن الصبح، بكرة بتمرن المساء، ولا يفضل أني أوقت في التمرين، يعني أخليه في سيستم معين وفي ساعة معينة؟ التمرين ما له وقت يعني الأمانة يعني، لكن هو على حسب الشخص نفسه. مثلا إذا كان يداوم صبح خلاص يكون تمرينه يكون يا صبح يا مثلا وقت مثلا المساء. نعم. فأنت يعني انت الشخص الوحيد اللي تقدر تقرر هو متى تتمرن. نعم. طبعا ودنا ايضا نصيحه اخيره تقدمها للرياضيين كبار كانوا او صغار. سبحان الله، يعني شوف التمرين هي جزء من حياتنا يعني. فيوم رياضي للدوله يعني هو طبعا هو تذكير بالصحه وتذكير بالرياضه، وليش يعني الواحد يكون صحي، فابدا من اليوم تمرن، لا تاجل مثلا التمرين، لا تقول مثلا يعني مثلا بكره ولا بعد بكره، خلاص في هاللحظة تمرن، خليك صحي، ابدا تدريجيا، لا تنطر مثلا النتائج السريعه، لكن على مدى طويل يعني. صحيح. نعم. فالرياضه مهمه لكل شخص يعني. نعم. كابتن عيسى احمد شويطر مدرب اللياقه البدنيه، شكرا لكل المعلومات، واتمنى لك يعني المزيد من الانجازات مع منتخبنا الوطني في الغطس. شكرا لك. بيض الله وجهك اخوي عيسى. وطبعا بعد الحلقه في موضوع لازم نتكلم معه شيء بالنسبه لي انا وسلطان، لانه ما شاء الله لا اخوي انا من الدراسه هو عارفني انا نفسي ما شاء الله تبارك الحمد لله. اذا مشاهدينا الكرام ننتقل واياكم الى فاصل قصير ونتابع من بعده باذن الله فقرات برنامجنا، لا تروحون بعيد. يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم من جديد من بعد هذا الفاصل، ونتوقف الآن مع فقرة الأخبار المحلية السريعة. خبرنا الأول، قطر تتبرع لتركيا وسوريا ب10,000 وحدة بين مقصورات وبيوت النقالة استخدموا خلال بطولة كأس العالم، وذلك لإيواء الناجين خسروا منازلهم من جراء الزلزال المدمر. أعلنت مدينة لوسيل عن تنظيم عدد من الفعاليات لليوم الرياضي للدولة، وذلك في درب لوسيل، وأنه سيتم تخصيص شارع درب لوسيل للمشاة فقط اعتبارا من صباح الثلاثاء حتى مساء السبت المقبل. نعم يا جاسر، شيء جميل أن نشوف درب لوسيل رجع مرة ثانية لمكان الممشى، وصراحة استرجع الذكريات، أجواء المونديال. أجواء المونديال. نعم يا جاسر. مشاهدينا الكرام، بحضور سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نظم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددا من الأنشطة والفعاليات بمناسبة اليوم الرياضي، وذلك في الحديقة الهلالية بلوسيل. نتابع في هذا التقرير. مجموعة من الأنشطة الرياضية والفعاليات الترفيهية نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمناسبة اليوم الرياضي للدولة، وذلك في الحديقة الهلالية بمدينة لوسيل. الفعاليات جرت بحضور سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكبار المسؤولين من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر. وشملت هذه الفعاليات مجموعة واسعة من الرياضات التي تناسب مختلف الأعمار والقدرات، بما في ذلك كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة والبادل وغيرها. مستمتعين في هذا اليوم الرياضي، الفعالية اللي كانت موجودة صراحة
شفنا فيها الكبير والصغير الكل متشجع وقاعد يمارس الرياضة، وهذا شيء جميل، وهذا الهدف الرئيسي من اليوم الرياضي وشعار اليوم وهذا العام الخيار لك. فالخيار لنا جميعا نحن تكون حياتنا مليئة بالرياضة وننعم بحياة صحية. ويسعى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال مشاركته في فعاليات اليوم الرياضي للدولة إلى المساهمة في تعزيز الوعي بأهمية الرياضة والنشاط واتباع نمط حياة صحي بين أفراد المجتمع طوال العام. نعم مشاهدينا، وشاركت هيئة الأشغال العامة أشغال في فعاليات اليوم الرياضي للدولة بتنظيم عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية بحديقة مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. مشاركة هيئة الأشغال العامة أشغال في اليوم الرياضي للدولة جاءت من خلال تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات الرياضية بالتعاون مع الاتحاد القطري لكرة السلة، وذلك في حديقة مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وشارك في الفعاليات سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة وعدد من موظفي الهيئة وأسرهم إلى جانب زوار الحديقة. وتضمنت الفعاليات رياضات متنوعة مثل كرة السلة ورياضة المشي، كما تم توفير ملعبين للعبة البادل للكبار وآخر للصغار وعدد من أجهزة اللياقة البدنية، كما تم فتح منطقة الألعاب للأطفال. وقت ممتع ممكن يقضيها الموظف وهي مفتوحة للجمهور صراحة لمشاركة اليوم في اليوم الرياضي للدولة، ممكن يصطحب الأبناء والأطفال أيضا في قسم العوائل لممارسة الرياضة من خلال الأطفال. الحمد لله يعني احنا كل سنة لنا تواجد في من أول ما انطلق اليوم الرياضي للدولة، وإحنا متواجدين في كل النسخ نحاول ونحرص دائما ان احنا نعرف بدور الرياضة وأهميتها لصحة الموظف من حيث يعني يخرجها من جو العمل وضغوطات العمل ويحافظ على صحته. وعلى هامش فعاليات أشغال لليوم الرياضي تم تكريم الفائزين بمسابقة انتقدها، والتي تطلقها إدارة العلاقات والاتصال سنويا بين العاملين في أشغال بهدف رفع مستوى اللياقة البدنية والوصول إلى الوزن المثالي. مشاهدينا الكرام، لازلنا نستمتع معكم بأجواء اليوم الرياضي الذي يعتبر فرصة للتذكير بالعادات الغذائية والرياضات البدنية الصحية، هذه العادات التي تساهم بشكل كبير في بناء جسد وجهاز مناعي قوي، وتعتبر التغذية السليمة الباب الأول لاتباع نمط حياة صحي. والحديث أكثر عن تأثير التغذية السليمة على الصحة البدنية يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو الدكتور خالد المقدم أخصائي التغذية. يا مرحبا ومسهلا فيك دكتور خالد، حياك الله معنا. يا هلا ومرحبا فيك يا دكتور. في البداية، ما هي المؤشرات والعلامات التي تؤكد أو تنفي أن تغذيتنا سليمة؟ تمام، هو في البداية احنا طبعا بنشجع الناس في اليوم الرياضي انهم على اساس ان ده دعم للدولة لتوجيه عام للصحة، وده شيء كويس جدا. بالنسبة للتغذية هي جزء لا يتجزأ من الناحية الصحية، لان في ناس بتفكر ان التغذية هي يعني في مقولة بتقول الغذاء هو دواء. نعم. يعني الافراط في تناول الدواء بيدي لأضرار، وبالتالي الافراط في الغذاء يكون لي أضرار. فبالتالي الغذاء هو جزء مهم جدا في حياتنا، ولكن لابد ان احنا يكون منوع ويكون بحرص شديد جدا، والا هيترتب عليه أضرار عالية جدا. طبعا نفس المثل اللي يقول اللي يزيد عن حده ينقلب ضده. بالظبط كده. فده اللي احنا مهم جدا لما حتى بنروح حتى نروح نحضر محاضرات في الطلبه في المدارس، بنوعيهم بنقول لهم خلي بالكم الغذاء هو ماده غذائيه هي جيده تستمتعوا بها ولكن لها حدود. فبالتالي السويتس والحلويات اضرارها ما بتبانش عليكم دلوقتي، ممكن بتزود لكم الخلايا الدهنيه في الكبر، تلاقي السمنه عندكم كبيره جدا وبالتالي بتعانوا منها. فاللي انتم بتعملوه وانتم صغيرين بيبان عليكم لما تكبروا.
وبالتالي ده بيكون في نواحي كثيرة جدا لابد ان احنا نراعيها، ويكون الأسرة كمان الأب والأم بيكونوا يراعوا ان هم أولادهم لهم توجهاتهم ونظامهم الحياة بتاعهم، لابد يعني يكون في توعية ليهم عشان خاطر ما يبقاش في انعكاس على حياتهم المستقبلية. صحيح. وبالتالي السمنة في الصغر لها مردود كبير جدا على الكبر، ولذلك أهم استثمار احنا بنستثمره في نظام الرياضة هو في أولادنا، لأن ده هم أساس، هم رجال المستقبل يعني، وأمهات المستقبل. فبالتالي التغذية لها علاقة مهمة جدا بكل حاجة، حتى الناحية الصحية، الوزن، اللياقة، الشكل، كل حاجة. في تفاحة واحدة تحميك من الذهاب إلى المستشفى؟ دي مقولة مهمة جدا، لأن ديت التفاحة فيها مالتي فيتامين، مالتي مينرالز، وفيها ألياف، فيها ملخص لحاجات حقائق غذائيه عاليه جدا. فده مهمه جدا في النقطه دي بالذات. في حاجه مهمه جدا، احنا دلوقتي لو انا بهتم بالتغذيه لكن ما عنديش رياضه، انا لازم انا افكر على حاجه مهمه جدا. اي حاجه في الكون محتاجه طاقه، الموبايل محتاج طاقه، السياره محتاجه طاقه، التلفزيون محتاج طاقه، احنا قاعدين دلوقتي الاستوديو ده فيه طاقه، فاحنا كجسم الانسان محتاج طاقه، الطاقه دي بياخدها عن طريق الاكل والغذاء. فاذا كان بياخد طاقه اكتر من الطاقه اللي هو عايزها، الجسم بيخزن الطاقه دي، تنعكس الطاقه دي بشكل مؤذي على الجسم اللي هي عن طريق الدهون. فبالتالي لو انا باكل اكتر من احتياجي يعني لازم انا اعمل رياضه. طب اذا كان انا اكلي محدود، يعني انا حاسس ان انا خلال الفتره دي انا مشغول في شغلي وانا مش قادر اعمل رياضه، يبقى انا لازم أنا اقلل الطاقه اللي داخلي، بس اكون حريص ان الطاقه اللي داخله دي لازم تكون منوعه، بكون فيها فيتامين. يعني خلينا نقول لها علاقه عكسيه. تمام. اذا زاد الاكل، او خلينا نقول طرديه، اذا زاد الاكل لازم ازيد الرياضه. ازيد الرياضه بالضبط. وده مهمه جدا، وديت حتى احنا لما يجي واحد، حتى ان المقيمين الجداد لما يكون هو اصلا متعود في حياته على بيعمل كل يوم رياضه في بلد، لكن اول ما يجي هنا مثلا فتره كده يبص لاقي وزنه زاد شويه، يجي يسال يقول انا مش عارف انا زدت 12 كيلو مره واحده، ايه اللي حصل؟ اللايف ستايل، نمط الحياه بتاعته اتغير. صحيح. فلما يتغير نمط الحياه، ودي مهمه جدا، بينعكس ده على الشخص نفسه. في واحد بيروح مثلا يطلع مثلا اجازه او يغيب عن الشغل مثلا فتره، فتلاقي مثلا بيخرج كتير، يتمشى كتير، بس تلاقي وزنه نزل. لكن هو قاعد على المكتب كتير، وخصوصا الاعمال المكتبيه. الاعمال المكتبيه خطره جدا، لان هي ممكن الاشخاص بيزيد عندهم السمنه، وخصوصا سمنه البطن وسمنه الجناب الاجناب. طبعا دكتور بنتكلم عن جاسر، نشوف احنا هذا الاكل المنوع دكتور نشوفه معنا ايضا، هذا غذاء صحي، اكلات صحيه تساعد الجسم من كل النواحي، من الهضم، من الطاقه، من الفيتامينات، من املاح معدنيه. نعم، املاح المعدنيه كمان. نعم، فتساعد الكثير والكثير يعني. نعم سلطان، انا بس بغيت اذكر نقطه، ان مثل ما ذكرت انت الدكتور اللي هو خلنا نقول تغيير نمط الحياة. في ناس بيغيرون نمط حياتهم ولكن بشكل خاطئ جدا، وهو بمفهوم انقاص خلنا نقول ان الغذاء ممكن انه يتسبب، او ان تنقيص الغذاء ممكن يتسبب في خفض الوزن. وهذا عادة ما يكون هو ده اللي احنا بنسميه كراش دايت، اللي هو الانظمه الغذائيه المنحرفه. يعني بمعنى انه يمشي على صنف واحد من المواد الغذائيه، ممكن ياخد تمر ولبن بس. او ياخد مثلا مشروب شوربه مثلا بس، يعيش على شوربه شهر مثلا. ده اكبر خطر. ليه؟ لان هو بينعكس، بيدي نقص في الاملاح المعدنيه والعناصر الاساسيه اللي الجسم محتاجها، فبتاثر على الوظائف العقليه، وتاثر على الذاكره، بتاثر على بتعمل هاله سمراء تحت العين. بتبقى لها تغيرات كتيره جدا. وبالتالي عندنا حاجه اسمها تقييم ناحيه صحيه، عن طريق الاظافر، عن طريق تساقط الشعر، عن طريق التوهان او النعسان. اسنان يكون قاعد مثلا في وسط اليوم بتاعه حاسس بنعاس وحاسس بخمول، كل ديت اعراض نقص التغذيه. فبالتالي ممكن تكون هي جزء من الحاله الصحيه هو بيمر بيها، ولكن في المجمل ممكن تكون بعضها خاص بالناحيه الغذائيه. انا نقول اهمال في التغذيه. بالظبط. فبالتالي احنا بننصح دايما اللي عايز ينزل وزنه ينزل عن طريق غذاء متوازن مدروس وبناء على حالته الصحيه. في بعض الناس عندهم مشكله في الكوليسترول والدهون، فيروح يمشي على دايت كيتو
دايت وياخد دهون بشكل كبير يجي بعد كده الكوليسترول يرتفع عنده فبالتالي ده مش مناسب ليه. فبالتالي الدايت المناسب على خاص بجسم معين لازم يكون مراجع الفريق الطبي او اخصائيين التغذيه واخصائي والطبيب العام على اساس ان هو يكون عارف حالته الصحيه مناسب لها ايه. نعم. مش ان احنا نمشي عن طريق السوشيال ميديا وعن طريق ان واحد مشي على دايت. نعم. طبيعه الاجسام مختلفه جدا من شخص لاخر. بالظبط طبيعه الجسم تفرق من شخص لشخص. يعني مثلا بتيجي العياده ساعات واحده تقول انا عندي تساقط في الشعر كتير جدا. طب ايه السبب؟ انا ماشي على دايت باخد 700 سعر حراري في اليوم. طبعا 700 سعر حراري هي محتاجه عشان تبقى على قيد الحياه 1500 سعر حراري. نعم. فهي بتموت نفسها بالبطيء. نعم. فطبعا هي ده مشكله. فطبعا عشان نقنعها اللي هي بتعمله ده غلط ده ثقافه نفسها يعني. نعم. دكتور خالد المنصه اللي انت بتعملوها دلوقتي ديت مهمه جدا في المجتمع. نعم. يعني ده بتسامح جدا في توعيه المجتمع يعني. زين دكتور خالد احنا مستمرين معاكم بنتكلم عن الكيتو اللي ما في احد نصح فيه وانها اضراره كثيره وبنتكلم بالكثير والكثير على التغذيه ووظيفتها ومهمتها. لكن نطلع مع مشاهدينا الكرام فاصل قصير نعود بعد المتابعات حلقه الليله ابقوا معنا. مشاهدينا الأعزاء نرحب بكم مجددا ونعود الحديث عن تأثير التغذية السليمة على الصحة البدنية مع الدكتور خالد المقدم أخصائي التغذية. حياك الله يا دكتور. طبعا دكتور ودنا نرجع ونستمر إن شاء الله في حديثنا ولكن ذكرت لي نقطة اللي هي الأيروبيك وأنيروبيك. هذه وش هي النقطة؟ إن إحنا عندنا الرياضة الهوائية والرياضة اللاهوائية. في بعض الناس لما بيجي عشان ينزل وزنه هو بيفكر إنه هو محتاج يعمل رياضة عنيفة لكن دي معلومة خاطئة. هو احنا عندنا نوعين من الرياضة، في رياضة بتبني عضلات وفي رياضة بتكسر دهون. الاثنين مختلفين. نعم. يعني ما ينفعش ان في ساعات بيجي واحد مثلا بيعمل بادي بيلدينج بيشيل اوزان وجاي عشان ينزل وزنه وبيمشي على دايت ويمشي على بياخد هاي بروتين دايت ونظام غذائي هاي بروتين وبينزلش. طب ايه اللي حصل؟ ان هو عمل عضلات وبعد كده وقف التمرين ففي حصلت زياده في الدهون في جسمه. نعم. فيجي عشان يخش على التمرين على طول ما ينفعش، لازم نعمل تنشيف الاول من الدهون الزياده اللي في الجسم. نعم. بعد كده يخش على بناء العضلات لان لو ما ينفعش الجسم يشتغل لو هيبقى صعب شويه ان هو يعمل. نعم. يبني ويهد في نفس الوقت. هذه الايروبيك ولا علميا بنسميها كاتابوليزم وانابوليزم. اوكي. انابوليزم بناء العضل. كاتابوليزم تدمير وتكسير لعملية الالتهاب. ماشي. الاثنين دول بيخضعوا لعملية احنا بنسميها الميتابوليزم. ميتابوليزم الاثنين مع بعض. فبالتالي هو مهم جدا. انا عايز اخس. انا عايز اخس. طب انا عايز اعمل اربع عضلات. عايز تربى عضلات. امتى اربى عضلات وامتى اخس؟ دي مهمة جدا. لازم تاخد فحص مع اخصائي تغذية. نعم. ويكون في اخصائي علاج طبيعي او مدرب بيكون يعمل يأسس التمارين دي. لكن مهمة جدا عشان خاطر في بعض الشباب بيروح الجيمات وبياخدوا مكملات وبياخدوا هرمونز وبياخدوا حاجات مواد لتكبير العضلة بشكل سريع. بصراحة بيصعبوا عليها جدا جدا من اللي هم بيعملوه في نفسهم ده. نعم. وبيبهدلوا نفسهم وفي نفس الوقت بيبقى عنده كتلة عضلية كبيرة بس مغلفة بالدهون. طب نشف الأول، اعمل تنشيف الأول للدهون. نعم. ديت وننزل دهون الأول وبعد كده هتعمل تمرينة صغيرة بس هتلاقي نفسك العضلة عندك ابتدت تستفيد. لكن هو بيروح بيعمل تمارين عضلات قوية جدا بيزيد بس الدهن في طبقة اسمها طبقة سبكتانيوس فاتس. أوكي. السبكتانيوس فاتس اللي هي الدهون اللي تحت الجلد اللي. نعم. هي ما بين الجلد وما بين العضلة. فبتبقى مغلفة. فممكن مثلا هو عنده مثلا 6 باكس، هو السكس باكس كانوا عنده زمان فوقف الرياضة فبقوا السكس بقوا 2 باكس بس. اللي هم فوق. طب والأربعة التانيين، الأربعة التانيين مدفونين في الدهون. نعم. فمش عارف يعملوا، بيروح يعمل تمارين يعمل تمارين ما بيفيش نتيجة. الدهون موجودة. نعم. يقول لك يجي يقول مثلا أنا كنت زمان أعمل التمرين وباخد مكملات غذائية وبتغذى كويس كان التمرين بيجيب معايا نتيجة، دلوقتي أنا بعمل ما بيجيبش نتيجة زي زمان.
ولسه ما فيش نتيجه، فبالتالي الموضوع محتاج يكون في عنصر متابعه ويكون في اخصائي تغذيه، اخصائي مدرب، ما نندفعش ما نروحش نشتغل لوحدينا كده عشان ما يحصلش في مشكله. في بعض الشباب بيركز على البروتين، البروتين بشكل اساسي، وتبص تلاقيه ياخد بس بروتين. طب في فيتامين، طب في اغذيه خضروات، في حاجات المفروض تاخدها معاها لها اضرار دكتور. فاحنا في حاجه مهمه جدا، البروتين ما عشان يشتغل كويس في الجسم وعشان يمتص في الجسم محتاج كالسيوم. فاذا ما حصلش ان هو اخذ كالسيوم مع البروتين، الكالسيوم اللي هي منتجات الالبان، اخصائي التغذيه بيظبط النمط الغذائي بحيث ان هو يكون متكامل، ايه اللي بيحصل؟ ان الجسم الشخص ده سهل جدا ان هو يحصل له كسر. فبنلاقي في ناس رياضيين ويتعرضوا عندهم هشاشه عظام على ما يكبروا. نعم. مش دلوقتي، قدام. نعم. بتبان بقى يعني نعم. النظام السلوك الغذائي اللي هو عامله دوت بيأثر على الكتله العظميه قدام بقى. ليه بيحصل بقى زي هشاشه عظام؟ دكتور ايضا اللي ياخذون كميه كبيره من البروتين بعد فتره تلقى عندهم كبد. اصابات حصى في الكليه. أيوة. والسبب ان ما دخل في الرينج المعين لشرب الماء. يعني بالزبط. انت اذا كنت طبيعي تشرب لي لترين او لترين ونصف اليوم، مع البروتين لازم بعد ترفع اكثر، تزود الماء ولازم توزعها عشان ما يصيدك تسمم المياه. صح. هذه الكثير يغفل عنها. صح. ان الكليه الطاقه الاستيعابيه مالتها 500، تطلع بس 500 ملي في الساعه. تمام. اذا انت شربت ماء بشكل اكبر ممكن انت تسبب لك تسمم المياه، ايضا تسبب تضخم في الكليه، والكثير من الامراض ممكن تصيبك. هو احنا في معادله صغيره بنقول الشخص لو ما بيعملش رياضه محتاج من 0.7 ل 1 جرام بروتين لكل 1 كيلو من جسمه، دي معادله. نعم. احنا بنحسبها كاخصائيين تغذيه. نعم. طب لو شخص بيخش الجيم وبيعمل بيشيل اوزان، ماكسيمم اقصى حاجه 1.5 جرام بروتين لكل 1 كيلو من الجسم. نعم تمام. فطبعا اللي احنا بيجي الحالات اللي بتيجي مثلا بيجي واحد يقول لي عن البرنامج الغذائي بتاعه، بيطلع ياخد 3 جرام بروتين لكل كيلو من جسمه. فنقول له مين اللي اداك انك تعمل كده في نفسك؟ نعم. فهو جاي عنده مشكله في الكلى، عنده مشكله في عنده مشاكل ثانيه خاصه بالبروتين، الكبد. طب ايه اللي حصل؟ انا كنت ماشي بقالي حوالي سنه على هاي بروتين دايت وما الى ذلك. نعم. فبالتالي التغذيه الصحيه السليمه بالنسبه لينا عشان نعمل رياضه صحيحه لازم أن تكون مدروسه كويس جدا عشان تكون نتيجه. لو انا هعمل بسرعه احط نقاط سريعه كده الناس تستفيد بيها، ممكن نقول اهم حاجه الخضروات لازم أن تكون اساسيه في الاكل بتاعنا خلال اليوم، على الاقل خد مره واحده طبق سلطه جميل كده منوع، ده مفيد جدا لانه بيكون عامل زي تنظيف للقولون وتنظيف للجزء. نعم. الحاجة التانية لازم أن يكون عنصر، لو أنا بعمل رياضة والرياضة دي منتظمة لازم أن عنصر البروتين لازم أن يكون موجود معي، ولكن البروتين لازم أن يكون بروتين صحي مش بروتين دسم. نعم. يعني ما أروحش أكيد مثلا بروتين معمول مقلي، أخد بروتين مثلا مشوم مسلوق، أخد بروتين مثلا استيمد، أخد بروتين ما يكونش فيه نسبة دهون عالية من الدجاج الموجود عندك في البيت اللي انت طبخها، في نسبة دهون مشبعة عالية يعني. نعم. رقم ثلاثة لازم أنا أحافظ على النشويات بتاعتي، أنا ما بمنعش النشويات. ليه؟ لأن أنا لو أنا منعت النشويات هنزل وزني، بس اول بس ما اكل وجبه واحده بس نشويات هلاقي جسم نفخ وزاد. أيه. وما حصلش يعني وتعبك راح على الفاضي. بالظبط. فبالتالي انا اخد كربوهيدرات، ولكن اخد كربوهيدرات مش سيمبل كربوهيدرات، مش كربوهيدرات بسيطه، اخد كربوهيدرات اللي هي المعقده اللي هي الكربوهيدرات الكامله. يعني مثلا ما اخرحش مثلا اخد سويتس وحلويات افرط فيها، ممكن اخد بس ما افرطش فيها. نعم. ما اخد اللي هو العيوش مثلا والحاجات ديت اوكي، بس لما اخدها بالكميه المعقوله. نعم. وخصوصا فترة الليل لا يفضل ان احنا ناخد عيوش بعد سن الأربعين. دكتور مهمة جدا، احنا قبل ما نطلع فاضي كنا نتكلم على الكيتو. واجمع الاطباء في مختلف انحاء العالم بانه مضر للكبد. تمام. اضراره اكثر من منفعته. هو صحيح انه ينزل لك وزنك بسرعة كبيرة، لكن تقدر تستبدله يعني بالصيام. تقدر تصوم ونزل من وزنك الصيام، يعني مفيد جدا للجسم يعني. ويمنعك من يعني الله يبعد عنكم السرطان. هذه دراسه يابانيه ذكرت ان الاشخاص اللي يصومون تبعد عنهم حالات السرطان الله يبعد عنا وعنكم. لكن دكتور ليش يعني العالم اجمع على ان الكيتو مضر للصحه اكثر من منفعته، وايضا يسبب
فشل في الكلى، فشل في الكبد، فشل في وظائف الكبد عفوا، وايضا مضر للجسم. هو احنا في مقوله بنقولها دايما لما يجي لنا حد يقول لي انا باخد كيتو، اقول له ايزي كام ايزي جو، اللي يجي بسرعه يروح بسرعه، يروح بسرعه. طب هو بس فقط اول ما يطلع من مرحله الكيتو يخش في النورمال دايت على طول وزنه بيزيد، بيزيد ممكن اكتر من اللي هو بدا فيه. المشكله في الكيتو ان هو الكربوهيدرات مهمه جدا. المخ عندنا بيشتغل بالجلوكوز، فهو ما بيديش جلوكوز للجسم، هو يعني بيدي 5% من الكالوريز خلال اليوم كلها كربوهيدرات، والباقي كله بيبقى مصدر بروتين، و70% بيكون من الاكل دهون. فهي المشكله ان هو بيقلل من الطاقة اللي رايحة للمخ، فبالتالي النشاط الذهني أو الفانكشنز اللي خاصة بالوظائف الذهنية بتقل عن المعدل الطبيعي. يعني ممكن الشخص ده لو احنا حابين، هم عملوا دراسة على الكيتو، لو ان الوظائف الذهنية للأشخاص اللي بيمشوا على الكيتو أكتر من شهر بتنقص عن المعدل الطبيعي. يعني هو بيكون طبيعي كل حاجة، بس هو ممكن يكون نشاطه الذهني أعلى وأقوى. يعني الحاجة الثانية ان هو ممكن الشخص نفسه بيبقى حاسس بخمول او حاسس بنشاطه بيكون قليل شوية. ثانيا المشكلة اللي فيها ان هو الناس بتبقى سعيدة جدا، لان هو انت لما انت بتبقى انت مظبط نفسك على انك تاكل مثلا خضروات وتاكل نشويات وتاكل كذا حاجة وكده، بتبقى انت مركز ان انت خلال اليوم لازم تاكل تنوع لجسمك عشان جسمك يستفيد. هو ده بيبقى هو جبنة وثلاث اربع ايتمات صغيرين محدودين بيتركز عليهم، فبالتالي مصادر دهون دهون دهون، فهو مستمتع بالدهون وحاسس بالشبع، لان الدهن عشان يتم تكسيره في الجسم الواحد جرام دهون بيدي 9 سعر حراري، فهو حاسس بان هو ساتيوريتد على طول، ان هو مشبع على طول، فحاسس بالشبع. لكن الشبع ده اسمه شبع كاذب. ليه شبع كاذب؟ لان انا شبعان عن طاقة مدياني شبع ومغطية عينية كجسم عن ما هو مفيد ليا. صحيح. ايه هو المفيد ليا؟ ان انا محتاج فيتامينات، الفاكهة ممنوع انه ياخد فاكهة، محتاج ياخد، ممنوع ياخد خضروات، ممنوع ياخد الحاجات التانية اللي هي المصادر الكربوهيدراتية اللي موجودة في اللي بنسميها كومبلكس كربوهيدرات. فبالتالي هو بيبقى فيه مشاكل عنده في القولون، مشاكل عنده في الهضم، مشاكل لأن الجسم عنده يبدأ يفقد كل الفيتامينات اللي فيه وكل المعادن. أيوة. وكل صراحة خطيرة جدا. الفقد ده بيقلل من عملية الامتصاص، فيبقى الشخص بيبقى هو عايش ان هو مفكر نفسه ان هو صحي لكن هو مش صحي. صحيح. فالافضل شيء اللي هو ان الشخص ياكل كل حاجة ولكن بكميات معتدلة. نعم. وفي اوقات معتدلة، دي مهمة جدا. نعم نعم، شكرا جزيلا لك دكتور خالد المقدم اخصائي تغذية، بيض الله وجهكم، وقصرت على المعلومات اللي افدتنا فيها اليوم. شكرا جزيلا. شكرا. نعم شكرا لك يا دكتور على المعلومات الكافية والوافية، وان شاء الله ان جمهورنا الكريم ان شاف هذه التوصيات الجميله منك. شكرا لك يا دكتور. نعم اخوي سلطان، مشاهدينا الكرام، بذلك نكون وصلنا الى نهايه هذه الحلقه الخاصه المواكبه لليوم الرياضي من برنامج ترحيب. لاي اقتراحات او استفسارات او للتواصل مع فريق عمل برنامج يمكنكم التواصل عبر بريد برنامج ترحيب الالكتروني. نعم يا جاسر، او متابعتنا والمشاركه عن طريق حساباتنا على الفيسبوك وتويتر وانستغرام والسناب شات، ونرحب باقتراحاتكم واستفساراتكم. فما الله، في امان الله.